السلام عليكم، كيف حالكم؟ مستر جيمر زمان يعني فيديو جديد في القناه. راح يكون بعنوان افضل 10 لاعبين خطوط وسط سي ام في لعبه فيفا 17، يعني مراكز السي ام. بس نزلنا طبعا سي دي ام والدفاع كله بقلوب الدفاع بالاظهر اليمين واليسار والحراس، فاتمنى دعمكم بزر اللايك. ويلا خلينا نبدا. عندنا اللاعب في المركز العاشر اللي هو هامشيك، عنده الريتنج 85، اعلى طاقه عنده اللي هي الباصات 83 والدريبلينج 82، وعنده الشوط 78 والسرعه 76. فهذا بالنسبه للاعب في المركز العاشر. لاعب في المركز التاسع عندنا اللي هو مارلين بيانيتش، عنده الريتنج 85 ايضا، يعني اعلى طاقة عنده اللي هي الباصات 86، عنده الدريبلينج 84، عنده الشوط 75، السرعة 74، افضل طاقات عنده. فهد بالنسبة للاعب في المركز التاسع. لاعب بالمركز الثامن عندنا اللي هو كلاوديو ماركيزي، عنده الريتنج 86، اعلى طاقة عنده الدريبلينج 83، الباصات ايضا 83، عنده السرعة 77، الدفاع 76، الفيزيكال 75، والشوط 74. يعني الصراحة طاقته تعتبر جدا ممتازة، يعني تعتبر متقاربة ايضا نوعا ما. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الثامن. لاعب في المركز السابع عندنا اللي هو سيسك فابريغاس، عنده الريتنج 86 ايضا، عنده يعني الباصات اعلى طاقة 89 الباصات، وعنده الدربلينج 81، عنده الشوط 77. فهي يعني فهذا بالنسبة لافضل الطاقات عنده. وايضا بالنسبة للاعب في المركز السابع. اللاعب في المركز السادس اللي هو ارتور بيدال، عنده الريتنج 87، على طاقة عنده اللي هي الدفاع 84، الفيزيكال 84، يعتبر يعني طاقة جدا ممتازة، عنده الشوط 81، الباصات 80، الدربلينج 79، والسرعة 77. طاقة متقاربة، طاقة ممتازة بالنسبة للاعب، يعني ما في شيء يعيبه أبدا. فهذا بالنسبة للاعب في المركز السادس. اللاعب في المركز الخامس عندنا اللي هو ايفان راكيتيتش، عنده الريتنج 87، على طاقة عنده اللي هي الباصات 86، الشوط 84، والدربلينج 82، يعني طاقة تعتبر جدا كويسة بالنسبة للاعب، والشوط عنده جدا ممتاز بالنسبة للاعب سي ام، يعني او لاعب خط وسط. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الخامس. لاعب في المركز الرابع عندنا اللي هو توني كروس، عنده الريتنج 88، على طاقة عنده اللي هي الباصات 88 ايضا، والشوط 80، عنده الدربلينج 79، والفيزيكال 70. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الرابع. لاعب في المركز الثالث عندنا اللي هو اندرياس انيستا، ريتنج عنده 88، على طاقة عنده اللي هي الدربلينج 90، دربل خرافي عند انيستا الصراحة، عنده الباصات 87، وعنده السرعة 73، والشوط 72، افضل الطاقات عنده، يعني طاقة تعتبر جدا خرافية الصراحة بالنسبة لانيستا. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الثالث. لاعب في المركز الثاني عندنا اللي هو بول بوجبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد واغلى لاعب يعني في تاريخ كرة القدم، عنده الريتنج 88، على طاقة عنده اللي هي دريبلينج 87، فيزيكال ايضا 87، عنده الباصات 83 والشوط 80، عنده السرعة 77 والدفاع 72. طاقة جدا خرافية بالنسبة للاعب، يعني ما في شيء عيب، عنده دفاع، عنده شوط، عنده يعني السرعة تعتبر كويسة نوعا ما. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الثاني. اللاعب في المركز الأول عندنا اللي هو لوكا مودريتش، الريتنج عنده 89، على طاقة عنده اللي هي الدريبلينج أيضا 89، نفس الريتنج يعني، فعنده كمان الباصات 86، ثاني على طاقة عنده الشوط 75، السرعة 74، الدفاع 72، الفيزيكال 66. طاقة جدا خرافية بالنسبة لمودريتش، يعني عنده المراوغات والباصات شيء جدا ممتاز. فهذا بالنسبة لأفضل 10 لاعبين سي ام في لعبة فيفا 17. فبشوفكم في نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك واشترك في القناة اذا ما كنت تشترك. فبس هذا كان عندي اليوم، بشوفكم على خير في الفيديو الجاي، في امان الله.